أويس القرني دور مسألين وكتل ما معنا مسألة كوباد والاسكو خلافي أويس ما أحد جرا مسوا شيك عروريد والاسكو خلافي أويسو من جرا تاي مسوا شيكو إمام مالك كلي يا وحلو نيل أويس القرن لم تشره لم يكن واحد شيء يسونا وعبك ما تشره مالك سيدا سؤرن شري ولم يطابع عليه وحكوا راعينا مجر أهل الحديث واسك قال لي حدين ولذلك إحنا معين وحورن شري واتشرا وحورن كوشه يدي الدقال كالسفين وعلي بول السعودي أهل الحديث سيدا سؤبدين تراجم قوني أيولي وجودك سواسدا نينك وقود ترجمة دير وترجمة يستوى أبو نعيم في الحلية حلية الأولية وطبقات الأسفية ترجمة أبو قيم بضنبك إليها كآخرية هتضوب هاتان مسد الفاروق للحافن كثير حديث كان مكم مري لو حديث عمري طرق دي سودان اي شواهد سود الدلاي آد بو دير يوانا قال لي أحكام تيسي حديث حكم كذا وقال لي وذات رأي من ذو رأي ريز بيدعة كتاب وكقر في مناقبي أويس القرني وأنا كتاب هذا في عن أصغنا والله أخي كرا تاو حق وجود كيسون مالك وحال وحن باري إنوسن حديث كأوسن هلين قصدان أوسن هلين وشيكادن بدن الله وضو ننكو هدو حوان عجب قبوها قصص كيسية أي زهد كيسية عمل كيسية دي لغاشك وحادي شو حوان مالك ابن آدم ما مالك وحب الله يا أبي حول ما بتشير نكا تشيكيسان نكو وانين شيرو أهل خير ونبي وكتل مامي وعمرنا كدو عايستي تاسي مركوا شريتان كي سوى دقوسي مشغول ما إنه مسلم بابا كقول فلان أحاديث هو حجيستي بخاري بقى لو يدو حول حديث كأوري سنة كيس النظر بقى كتشرة حديث كأوري حفظه وحين حديث بقى موري نكلا هو يسمى نظرة بخاري هو ما وحن وحن جرين بقى قال ليس أحاديث هو وري محيط أحاديث النبي محمد كوري ما بجرتال لا يعني صحابه وحكوري أما قصص كيسية وليه سنة وحاول نمك كوري جروا دوبين المهم حديث كان حديث صحيح ولذلك علي المدينة أبو الحسن وحوله حديث بصري ونحجيه استكفر مني سيد المسلم ويا له كله تاسي مركوا شريتان قصة حقه وكل انتي لا بقى قصة لسكوا يا قصة من ضعيف ضعف باكوجي من نوى السوغان تهي ولو حيلين وحقود انتي أدري بجان بكو حبالية نعم عبد الله من سلم الله يدا هذا وتابع يا وحول وحن أدو لي أدري بجانب أن كدو لي حلق سيدنا عمر ماشي الله وطلق لي وأنا طلعت قال الله بضم بان قال لي دخل كبك وشنا للسعودي مركان صون نقطة إني أيو حنون صدى صون نقطة كي أدري بجانب ماشي هذا دخل كي ما نقول إن كان باخ السعودي أتركت أقول من هاي دول كاوي حلق سيدنا عمر بوير قال قبل لا قبل بعد من عثمان با قبطي وحرم يستري معاوية إذا كيس خيبنا ميا صاف جري المهم مركي أنصون نقول نبي حنون صدي بور ويسمن وحنون صدي فرس كي يجاهد كي بحمله واي سانو سودني أنو لبلاد الإسلام ككوس إنتان أي تي على كتم هذا وورد إنتي مركان فرس كي كده جنون لوك دجنون لا الحواشان وحما كوس وبحنا يبود قبر قدن قبر محفور وقبر الديار سن سيفي عن لوقي حبال بلاش تلا ديري حال حالا إل وناكسن لو دفتي بيد ديار سن قد مدميد إن لو دق لو تلا قلي كفن حانوت كي بول بريه إيا برفون كي لما رنجري إيا غسلي لو دادين جري روح للدقيم ميت كي ديار سن هاو شبان قد فني وان هبيني قبر وان كنت كني قبر وان قليني وان كسو درير ما كان إن نبرا سوس عني يوحان يقول ورنك هاد مسلم كاي قيمها بدنا ماشان كحبا على قبر جيزي وبسكت دوغو وقال بلا جران واي كراي تان كون نقونو مان استاني يصمد لو قرت اسمين وان سون نقونو قبر وان وين يقول لا اثر لا قبر ولا اثر معرب لا لا هذا ماشي حق دبو النقطة حق ورقة عيدا كلا الدرا وان كسم الرأي قصداسي ويتمد بسند لكن وذاتك كنت رأيا وذات إخبار وخبر كيسير كوفي عم بكتير لكن ضعف لغوت المام قصة لا سوى قصة لكن سيد الراجحة وحود انتي خلاف سيدنا علي وحونا كل شيء ده قال كي صفين يعني معين بحكومة جماعة من السلف ومن الحديث بكتير أحاديث بضلنا معناها ويكتمي
weliba wadaad reer shaam ah oo aha mucaawiye la socday oo saxaabi ah ayaa markii lasu saftayba wuxuu yidhi afiikum uwaysu lqarani, markaasee leya nacam ma hubtaan itusa wuu arkay nabi maxamed xadiiku ka maqlay buu sheegay, kadibna uu ka soo wareegay ciidanka cali baa ku biiray waa ku shiiday. ciidanku u cuslaa iyo guutada u cuslayda dagaalamaysay buu abaandulaka uwaysa lqarani dagaalkii safi halkaasuuna ku shiiday oo lagu dilay, sida raajaxa waa sidaa. marka jiritaankiisina waan ka hadalnay, geeridiisina waa idin sheegay. xagga isaga manaaqibtiisa waxbaan idinka soo tilmaamay, nin aad iyo aad u suudi badan, cibaado badan, qur-aan akhris badan ayuu ahaa. wax waraso uu ka tegay ma jiro, xataa inuu guursaday lama sheegin. hooyadiisuu baari oga ahabay ku dhimato ku xabaalay, asna intuu noolaa maruu duulo yaruu masaa dhex taagnaado ilaahay baryo ayuu ku dhammaystay noloshiisii, halkaasuna ku shiiday. laba arrimuu caan ku ahaa marka oo lagaga maraatay ay kulligood dadkii yaqaanoo dhanba, wuxuu aabay dhan ammaar bilmacruuf nahaa cani lmunkar, inuu dadka muslimiinta khayrka faro, xumahana ka reebuu caan ku ahaa. wax walboo lagu sameeyna dan kama lahay. marka le ruwaa ku baabiina maad iska daysid xaqi ilaahay saaray ugu lahaayeen baan gudanayaa buu dhihi jiray. qodobka caan buu ku ahaa. wuxuu kaloo caan ku ahaa sadaqada. nin faqiir waxba haysa nin baa, laakiin gacmaha isgooniya deeqsinimo nin ku gaar lama sheegin, waxaad u dhiibto waa bixirayaa. mararka qaarkood aniga soo sheegay dhar la'aan buu u fadhiisan jiray gurigiisa. waxaa la sheegay inuu ahaa nin qalbi dadka uu hadalkiisu saameeyo, saaxibu ikhlaasin wa sidqin inuu ahaa baa la sheegay. waxaa la sheegay in habeen walba cibaado u gooni uu lahaa. wuxuu dhihi jiray caawo kale waa habeenka sujuudda. mararka qaarkood ragga saaxiibada baa ka sheekeeyey calaa habeenaha qaarkood qiyaamulis inuu ka dhigto sujuud waaxida, waa la weydiiyey. markaas waxaan maqlay malaa'igta qaybo ka mida say u sujuudsan yihiin baa adduunka lagu rogaa, habeenna rukuucu ku dhammaysanaya hawshiisa, habeenna fadhi iyo duco u gacmaha taago muslimiinta u duceeyo. malaa'igta axwaasheeda yaa looga sheekayn jiro kiisas wax badan ka hayay. marka wuxuu isku dayi jiray hawshii malag looga sheegaba inuu habeen sameeyo, nin noocaasuu ahaa. sayidina cumarna aad buu uga warqaba jiray intuu noolaa uu raadin jiray, laakiin ayagoo mar labaad aan kulmin buu ayaa cumar shahiiday radi allahu tacaala canhu waardaa. uwaysu waa ninka isaga ah. waxaa isu hadhay ninkii inadeerkii ahaa ee dhibka badnaa ee shaydaanka ku noqday wadaadka. maalinka dambe uu intuu cumar sirta ka soo leeyay ii ducee, wuxuu waan kuu duceen laakiin saddex xaalo haddaad yeesho unbaan kuu duceen, bishart inaad saddex yeesho, haddii kale kuu duceyn maayo kuna habaari maayo. saddexdii raawigii wariyay mid buu halmaamay, labuu sheegay, labad baan idin sheegahaya. nin saddex la raaciyo xabad ka tegay. sheekh xasan wuxuu yihi juz qur-aan nin saddex goor gafay, juz qur-aan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo hadhay buu, juz qur-aan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo hadhay. marka saddex arrimood oo aad xabad ka sii daysay wax fiican kama soo hadhay. almuhim wuxuu yihi waxaan kuugu ducaynay bisharti inaad allaa tu'diini fii maa baqi, horaan wixii aad ka soo tagtay imaraysay waxba laguma haystee, inta dhiman nooloshin inaad dhibin ii ballanqaad. waa ninka ku jajasi jiray ee meeluu istaagwadaadku u diiday ee ka xijaaban jiray, waa ninku la hadlaayo. wuxuu yihi allaa tu'diini fii maa baqi, ii ballanqaad inaadan mar dambe dhibaynin, waa ballan buu yihi. waxaa kaloo ii ballanqaataa inaadan u sheegin sayidina cumar wixdin dhex mara ruux bini aadana, allaa tukhbira axadan bimaa qaala laka cumar, ruux bini aadan inaad u sheegin intaad nooshahay cumar wuxuu kugu yidhi iyo wuxuu kuu sheegay ee aniga igu saabsanaa. muxuu ka baqaayaa sirtu intay baxdo in lagu soo fakado, wayna dhacday haddii sirti baxday war ma qarsoomo. waagii dambe uu noqday in adeerkii war la arkay waxaa la warwaa siday waa ninka dhibi jiray, waa adiga hadda daba hablayna waa siday, oo meeshu maraba barakaysanayo daba taagani war aamusuu dhiji waxba ma oga, adduunku waa isbedelay. asagii baa laga daba qaaday, gurigiisii buu joogi waayey, masaajidka baa nafta loogu keenay. maalinka ugu dambaysay masaajidkii buu ka istaagay, wuxuu muslimiinay wadooyinka markaan socday dhibkaad ugu dhibaysay iga daaya, noo duce uwaysow, mid taabta mid yaa noo duce, naftaa loo keenay. wuxuu yihi masjidka keliya aan ku kulanno, wadooyinka idaaya mayaa layidhi, meeshaan aragno dhiilkan horsanaynaa, masaas ahaa waa inuu berri u dhuntayba.
dib dambe lama arag aragga ugu dambeeyey aana loo ogaado dagaalka siifin baa lagu arkay soo dhex taagan ragga wuxuu saaxiibdana wata halkaasuu ku shiiday ninkuna qisadaas lu ahaa.